السؤال الأوحد، هل يمكن زيارة سوريا الآن؟ الجواب نعم. زارت مجموعة سياحية أجنبية من جنسيات مختلفة مدينة تدمر التاريخية. كان أليم شوف رؤية الدمار اللي تركته الحرب والتنظيمات الإرهابية هون. سوريا بعطيتها بقامت أفضل الأماكن اللي زرتها بحياتي. أنا برسا شاني من كندا، أنا جيت لهون على سوريا مع رحلة مع أصدقائي من جميع أنحاء العالم. اليوم في آلاف الزوار البحرينيين، في زوار سعوديين، الإماراتيين، الكويتيين، نحن عنا 500 ألف زائر، أكثر من تقريبا يمكن 40% هن زوار من هالجنسيات. هلأ الوقت المناسب، رجعوا وطوروا استثماراتكم ورجعوا افتحوا منشآت جديدة، وبنقول لهم القطاع ناشط، هن عم يشوفوا.